عم خالد طبعا حضرتك عند بيقول لي الحاجة طبعا معاك، بقول له لسه والله مرة خالد خالد بيقول لي عايزين شوية بس. عم خالد طبعا حضرتك عند بيقول لي الحاجة طبعا معاك، بقول له لسه بالله بيحط موبايلك عشان معلش. لا ده حلو ليك والله. النبي والنبي مفتوح ثاني. السيدة معالي السيدة العظيمة على ما تقدموا لنا من دعم مستمر يساعد على انتشار البنك وتحقيق استراتيجيته وتطبيقه. افتتاح البنك لفرع جديد في حي الاستثمارات هو استمرار لتنفيذ خطة الدولة. بنركز على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وتحقيق الحماية للأسر المصرية والأفراد الأولى بالرعاية وتحويلهم إلى طاقات منتجة في المجتمع بما نقدمهم منتجات مصرفية ومنتجات اجتماعية ودعم ومساعدات وإعانات مما يساهم في جعلهم قيمة مضافة لهذا الوطن والاقتصاد، كما يساهم في تنفيذ التوجه الرئاسي نحو تحقيق الشمول المالي لعموم المواطنين المصريين. احنا ايضا بنقدم خدمات مصرفية للأفراد وللشركات سواء خدمات عن طريق أوعية ادخارية متميزة ومتنوعة، بنقدم برامج تمويل مختلفة للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر تتناسب مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه بما فيه مجتمع الأسمرات. وجود بنك ناصر في حي الأسمرات هو يعتبر إضافة وتطوير للحي بتقديم خدمات اجتماعية ومصرفية تساعد على رفع دخل المواطن وعلى تحسين حالاته الاجتماعية. في الأخير بنشكر معالي الوزيرة ورئيسة مجلس إدارة البنك على وجودها الكريم وعلى دعمها المستمر، وبنوعدك ان احنا نستمر نحقق استراتيجية سعادتك في هذا الموضوع، نستمر في تطوير وانتشار بنك مصر الى جميع الاماكن التي يحتاج اليها بنك ناصر، الى جميع الاماكن التي يحتاج اليها مواطنينا ان شاء الله. بنك ناصر لكل المصريين. شكرا جزيلا. شكرا. العلم في الراس مش في الكراس. بدء الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشرف النهاردة أن أكون موجودة مع زملائي في بنك ناصر الاجتماعي في افتتاح فرع الأسمرات في يعني من في طلعة جديدة وفي انتقالة جديدة لافتتاح بنك ناصر في المناطق المطورة. بنك ناصر المقصود منه مش بس الذراع المصرفي والاستثماري، ولكن فيه ذراع اجتماعي وتكافلي قوي جدا. الهدف منه هو مزيج من التمكين الاقتصادي ولكن بأعين تنموية وتمكين اقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. بيخدم فئات عديدة جدا. وجوده في منطقة الأسمرات هو مستهدف ان هو يخدم اكثر من منطقة، الأسمرات، المقطم، المعادي، الخليفة. الحقيقة يمكن المستهدف من بنك ناصر في هذه المناطق يعني مزيج من الفئات المختلفة، بدءا من السيدة الحضرية اللي موجودة عشان التمكين الاقتصادي، ايضا في من خلال برنامج مسطورة، في ايضا تأسيس شقة الزوجية، في شراء سيارات، في قروض خاصة ومساعدات خاصة بالتعليم، في مختلفة والمحيطة اللي بتخدم في الاخر على الاستثمار في المواطن المصري. في ايضا جزء خاص بصندوق تأمين الأسرة وتأمين المطلقات ونفقة المطلقات، وايضا بيشمل نفقة للوالد والوالدة والاطفال في بعض الاحيان. المستهدف من بنك ناصر بيتكامل مع خدمات وزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنؤمن ان التنمية الاجتماعية يعني دايما مصحوبة بتنمية اقتصادية، وان العمل هو اساس الخروج من الفقر.
فالهدف الأول بتاعنا مش بس الاجتماعي، ولكن قبل الاجتماعي هو الاستثماري والتمكين الاقتصادي. البنك على مساحة 200 متر بيخدم ما يقرب من 17 أو 18 ألف أسرة، يعني بنتكلم في 60 ألف مواطن ومواطنة في المنطقة. بيشتغل أيضا على الشمول المالي، بطاقات ميزة بيخدمها أيضا، هو بيستخرج بطاقات ميزة للمواطنين علشان بينهج استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي. الحقيقة احنا من خلال بطاقات تكافل وكرامة بيتم الصرف وبيتم استخراج بطاقات ميزة من بنك ناصر. أيضا أصحاب المعاشات التأمينية في جزء كبير من المعاشات بيصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وده بيعكس رسالته في هذه المناطق لما يصل لـ60 مواطن في هذه المنطقة. أيضا هو بيسعى للتثقيف المالي والاقتصادي وتطوير الفكر الاقتصادي مش الاستهلاكي خاصة في هذه المناطق. احنا بنقود حملة على تأسيس شقق الزوجية الاقتصادية والذكية حتى لا يكون هناك مغالاة في مصروفات الزواج. ايضا بنك ناصر من خلال المصدورة بيدعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في مناطق عدة، سواء من خلال قروض او اتاحة خدمات عينية او خدمات مالية. احنا سعداء جدا ان يكون البنك بيفتتح لأهالينا في المنطقة. الهدف هو أن نصل إلى كل مواطن مصري بأعين اقتصادية وتعبئة موارد، ولكن بقلب تنموي. فرسالتنا الاجتماعية بتتكامل مع الرسالة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي. الاقتصاد الكلي بينمو من الاقتصاد الجزئي والمحلي، فالمجتمعات المحلية لازم هتقوم اقتصاديا ويحصل تنمية رأس مال محلي عشان يقدر يدعم الاقتصاد الكلي. احنا بنؤمن ان بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الرائدة في المنطقة العربية، هو بنك الاجتماعي الاوحد في جمهورية مصر العربية، وهو ايضا من البنوك القلائل على مستوى الجمهورية على مستوى المنطقة العربية. اذا كنا بنتكلم على تجربة جرامين بنك في اندونيسيا اللي حصلت في يوم الايام وكنا بنذكرها دائما، احنا بنصب ومتأكدين مما نطمح إليه أن يكون بنك ناصر يحقق هذه الطفرة ويساوي أو يفوق على جرامين بنك أو بنك جرامين اللي كان بيستهدف تمكين الفقراء وأيضا يعني ضخ استثمارات في المنطقة بأكملها. يعني بنسأل طبعا، أنا يعني بشكر زملائي في البنك أستاذ محمد عبد العزيز، أستاذ مصطفى عمر، أستاذ أحمد مدير الفرع، أستاذ سيدة أبو المعاطي يعني مدير المنطقة. أملنا فيهم كبير، وأنا بوعدهم بكل الدعم من التضامن الاجتماعي، من كافة خدمات الوزارة، من مركز القومي للبحوث، من رائدتنا، من أخصائينا. هنقدم كل الدعم الممكن وهنتكامل مع بعض في خدماتنا حتى نخرج للمواطن بالخدمة اللي تليق به، وننهج النهج الذي يتبعه السيد الرئيس الجمهورية في توفير الحياة الكريمة. والحياة الكريمة هي العمل وهي التكافل وهي التضامن وهي المهنية والاحترافية في الأداء. ويعني زي ما أنا شفت كده زملائنا من أول الاستقبال لغاية القائمين على الخدمة في الشبابيك الخدمة، لغاية زملائنا من أول الاستقبال لغاية القائمين على الخدمة في الشبابيك الخدمة، لغاية القائمين على الحسابات، لغاية أوضة أستاذة يعني أحمد، لغاية قيادة أستاذة أبو المعاطي. فإحنا متأكدة واثقة من زمايلي هيحققوا نتائج كبيرة جدا، وأقول لهم يعني إن شاء الله بيكم البنك أقوى ومن نجاح لنجاح. ويعني بشكر السيد رئيس الحي على دعمه لينا، وأنا متأكدة إنه هيكون خير داعم. فمرة تانية بقول لهم مبروك، وبقول لهم نحن لكم سنكون خير سند ومدد وكل حاجة، بس ورونا مؤشرات النجاح قوية جدا عشان نشوف المجتمعات المحلية بتحدث نقلة حقيقية في جودة حياتها. وبشكر زملائي القائمين مدير مديرية القاهرة أستاذ أحمد عبد الرحمن، وبأوصيه خيرا بخدماتنا جميعها. احنا لما بنخدم المواطن المصري بنخلع عباءة مؤسساتنا وبنقول المواطن هو الأول، فهكذا عهدنا. فيعني بسألك يا أستاذ أحمد تقدم لهم كل الدعم الممكن واللي ممكن يحتاجوه، اللي ممكن احنا نسعى إلى خدمتهم فيه. شكرا جزيلا.